صباح الخير على كل مشاهدي قناة اون تايم سبورتس في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة من صباح اون تايم. معنا حاجات كتير جدا في حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها، واخبار كلها في الحقيقة سعيدة على مدار ساعة ونص بإذن الله هكون مع حضراتكم في صباح اون تايم. كلامي النهاردة موضوع مهم جدا. امبارح استقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد أندرو بارسون رئيس اللجنة البارالمبية الدولية بحضور الدكتور أشرف الصبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية. في الحقيقة السيد الرئيس أكد على اهتمام الدولة المصرية بالمواطنين من ذوي الهمم باعتبارهم منحة من الله، وان الدولة خصصت ليهم يوم قادرون باختلاف، اكيد كل حضراتكم عارفينه طبعا بنحتفل بيه كل سنة، وان هي بتعمل على تيسير انخراطهم في مجريات الحياة بشكل طبيعي بما في ذلك مجال الرياضة. أعرب كمان السيد الرئيس عن حرص مصر على التعاون والتنسيق مع اللجنة البارالمبية الدولية والتزام الحكومة بالعمل دائما نحو تمكين الرياضيين البارالمبيين، مشيرا سيادته إلى أن الدولة المصرية حققت في السنوات العشر الأخيرة طفرة غير مسبوقة في البنية الأساسية الرياضية في مصر، وبما في ذلك إنشاء المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة الجاهزة لاستضافة الأحداث والبطولات الرياضية الكبرى وفقا للمعايير الدولية. الحقيقة هو أمر إيجابي جدا، ودايما فخامة الرئيس من وقت للتاني بيؤكد على أهمية ودور الرياضة بشكل عام في أنها أمن قومي، بخلاف اهتمام الدولة الغير مسبوق بذوي الهمم في شتى المجالات. وكلنا الحقيقة بنكون سعداء جدا في يوم قادرون باختلاف اللي بيلتقي فيه فخامة الرئيس مع اخواتنا من ذوي الهمم، وبنشوف منهم كتير عندهم مواهب في مجالات مختلفة خصوصا كمان في الرياضة. بيبقى في النهاية هو أمر جيد جدا، وفي الحقيقة اليوم ده أنا من السنة للسنة بنتظره وبتمنى طبعا أن أنا أبقى مشاركة في يوم قادرون باختلاف ده. بيبقى يوم مبهج من أول اليوم، قد إيه الأحداث واللقطات والفقرات سواء إيجابية سواء فنية سواء عزف سواء غنى، هم مبدعين وفي الحقيقة هم تخطوا كل الصعاب، فدايما احنا سبورت ليهم وهم جزء من المجتمع، ويعني ودايما بشوف ان هم بيقدروا على حاجات اوقات كتير جدا الشخص اللي ما عندوش اعاقة ما بيقدرش يعملها. حبينا نلقي الضوء بشكل ايجابي على استقبال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس اللجنة البارالمبية في مصر، الزيارة اللي حصلت امبارح، وان شاء الله اللي جاي يكون افضل لبلدنا ولذوي الهمم والابطالنا الرياضيين في مختلف الرياضات. امبارح كمان انا بقول لكم امبارح كان في احداث كتيرة جدا، امبارح كان يوم رياضي جميل جدا كله احداث مبهجة وأحداث سعيدة، بداية من منتخب الشباب اللي تأهل لكأس الأمم الأفريقية، بعد كده النادي الأهلي اللي فاز على استاد أبيدجان، ونادي بيراميدز اللي فاز على ساجرادا الأنجولي. وخليني أبتدي مع منتخب الشباب، طبعا ألف ألف مبروك لمنتخب الشباب ولكل الجماهير المصرية. امبارح
كان تأهل بالفعل منتخب مصر للشباب مواليد 2005 لكأس الأمم الأفريقية بعد الفوز الصعب والغالي جدا على منتخب تونس بهدف نظيف سجله نجم الفريق أحمد خالد كبك. بقول غالي وصعب ليه؟ لأن احنا لعبنا ب10 لاعبين من نص الشوط المباراة الأول عشان يتأهل منتخبنا بقيادة روجيرو ميكالي لنهائيات كأس الأمم الأفريقية اللي منها إن شاء الله نتأهل لنهائيات كأس العالم وبعده إن شاء الله لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية 2028. ليه الفوز امبارح على تونس كان أهم مكسب للجيل الحالي؟ زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، لأنه لا قدر الله لو كنا خسرنا وخرجنا من التصفيات كنا هنفقد جيل كامل وهنفقد فرصة التأهل لكأس العالم للشباب، وبالتالي هنفقد فرصة المشاركة في أولمبياد 2028، لأنه أكيد مش هنكون متواجدين في كأس الأمم تحت 23 سنة اللي هتكون في 2027. يعني كنا هنفقد فرصة كبيرة جدا أن يكون عندنا تواصل أجيال بين منتخب 2005 ومنتخب 2008 بقيادة كابتن أحمد الكاس اللي شرفنا هو كمان وتأهل لكاس الأمم الأفريقية. وأكيد المنتخبين هما نواة للمنتخب الأول في كاس العالم 2030، عشان كده كان مهم جدا أن احنا نحافظ على الجيل ده من منتخب الناشئين ومنتخب الشباب ونتأهل لكأس الأمم للناشئين والشباب ونحافظ على تواجدنا دايما في البطولة في مختلف الأعمار السنية. نتائج منتخب الشباب في البطولة: بدأت مصر والمغرب انتهت ب1-2 للمغرب، مصر والجزائر كان تعادل 1-1، ومصر وليبيا مصر فازت على ليبيا 2-1، وتونس مع مصر اللي هي المباراة كانت بتاعت امبارح مصر فازت 1-0. مهم جدا ان انا اقول لحضراتكم قائمة منتخب الشباب النجوم الصغيرين اللي هم في يوم من الايام هيكونوا نواه للمنتخب الاول باذن الله، اللي قدروا ان هم ينجحوا في ان هم يقطعوا تذكره التاهل لكاس الامم الافريقيه، منهم طبعا عبد المنعم تامر وسيف الدين عصام معتز محمد احمد عبدين وعبد الله بستانجي وسليم طلبه وحسام حسن واحمد خالد كباكا وعمر عموري محمد زعلوك واحمد شرف وعبد الرحمن خالد ومحمود لبيب وعمر خضر وحازم جمال وعمر خالد بيبو ومحمد السيد ومروان محمود ومهاب سامي. مبروك لمنتخب مصر للشباب والجهاز الفني بقيادة روجيرو ميكالي، ومبروك لمنتخب مصر للناشئين والجهاز الفني بقيادة كابتن أحمد الكاس، وبالتوفيق إن شاء الله للكرة المصرية في اللي جاي. خلينا بقى نشوف فرحة لاعبي منتخب مصر للشباب بعد التأهل الصعب اللي قلت لحضراتكم لعبنا ناقصين لاعب 10 لاعبين بس كانوا 10 رجالة في الملعب قدروا ان هم يفرحوا كل الجماهير المصرية، ونشوف بقى فرحة لاعبي منتخب مصر للشباب بعد التأهل لكأس الأمم الأفريقية. اتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله سواء منتخب الشباب او منتخب الناشئين. طيب نروح لخبر تاني ومن الاخبار كمان السعيده، بدايه مبشره وبدايه قويه جدا. امبارح كان في فوز لبيراميدز على ساكرادا الانجولي بنتيجه 5-1 في افتتاح مباريات نادي بيراميدز في مرحلة دور المجموعات. سجل النجم المتألق إبراهيم عادل هدفين في الدقائق 17 و74، وسجل كمان محمد حمدي في الدقيقة 50، وسجل الهداف الكبير الكونغولي فيستون مايلي في الدقيقة 77، وأخيرا أحمد عاطف سجل في الدقيقة 89 عشان يسجل بيراميدز مع مدربه راجل شغال كويس جدا كرونوسلاف يوروشيتش أول فوز في أول مباراة بدور المجموعات في النسخة الحالية، وإن شاء الله يقدر إن هو يتجاوز إخفاق الموسم اللي فات ويكون في دور ربع النهائي
لأنه عنده المباراة الجاية أمام دجلة في مالي، وبعد كده الترجي في تونس، ماتشين أصعب من بعض. عشان كده كان مهم جدا يبتدي بداية قوية ويدخل بيراميدز بسرعة في أجواء البطولة، والفوز أكيد والنتيجة امبارح هيديله دفعة معنوية كبيرة جدا. خلينا نشوف بقى كرونوسلاف يوروشيتش المدير الفني لبيراميدز قال امبارح. كان ليه تصريحات في الحقيقة كتير، وقال ان احمد عاطف قطة لاعب بيراميدز تكلم عنه كمان. خلينا نشوف قال ايه عنه ونرجع مرة تانية مع حضرتك. أنا راضي جدا، عادة ما نفوز بنتيجة 5-1، ولكن اليوم كان من المهم جدا أن نحصد 3 نقاط في دور المجموعات، هذا يمنحنا أساسا جيدا للمستقبل. أهنئ لاعبي فريقي على الأداء، قدمنا اليوم مباراة رائعة جدا. بالنسبة لي لا يهمني فقط النتيجة، بل الأداء دائما هو الأهم. هدفنا هو التأهل إلى المرحلة التالية بعد دور المجموعات، وأعتقد أن لدينا فرصة حقيقية لتحقيق ذلك، أمامنا الآن مباراتان متتاليتان ضد مالي وتونس، سنكون في رحلة لمدة 10 أيام، وخلالها سنحضر لكل مباراة بنفس النهج، سواء كنا نلعب في دوري الأبطال أو في المسابقة المحلية المصرية. نحن نعمل بجد ونقوم بجلسات تدريبية متميزة، وأنا سعيد جدا لأن لاعبي الفريق يتبنون أفكاري ويطبقونها. تعرف دي أول مشاركة ليا مع الفرقة، وكان بقالي فترة طبعا أنا بطلع إعارات، والحمد لله إن أنا رجعت ومبسوط بأول مشاركة ليا ومبسوط بالاداء النهارده، وبشكر الجهاز الفني النهارده على ثقته فيا ان اديني اول ماتش ليا في افريقيا، وبشكر الرجاله على الاداء، وان شاء الله اللي جاي مكاسب ان شاء الله. انت عارف عشان اول جون فبالنسبه لي فرحه كبيره طبعا، بس ان شاء الله مش هيكون اول هدف، وان شاء الله اللي جاي يكون احسن بكتير. انت عارف هنا الامكانيات مختلفه جدا، واللعيبه كلها لعيبه كبيره ولعيبه خبرات كبيره، والواحد لازم يبقى مرتاح وسطهم، وبتعلم من كل واحد واحد فيهم، كل يوم بتعلم من كل واحد حاجه جديده. فانا هنا وسط نادي كبير، فطبيعي هنا الهجوم اكتر، يعني ما فيش بيبقى دايما يعني احنا فرص كتير على الجون، فطبيعي ان انا هبقى بزيد اكتر. الفتره الجايه منتظرين جديد كتير منك، وعايز اعرف برضو علاقتك بالمدير الفني، واتكلم معاك بعد الماتش وبعد حركه الهدف او لا. الكوتش دايما بيتكلم معايا بيقول لي انت معلكش ضغط خالص، عايزك تلعب كانك، قال لي كانك بتلعب مع صحابك يعني في الشارع، فهو بيشيل من عليا الضغط، بس هو جابها لي بصوره اللي هو لطيفه شويه، ان هو بيقول لي كانك بتلعب مع اصحابك في الشارع، فانا بنزل الملعب معليش اي ضغط، وبعدين حواليا لعيبه كبيره، فطبيعي يعني مش هيبقى عليها ضغط، فان شاء الله اللي جاي احسن، وهو على طول بيتكلم معايا وفي ظهري، وان شاء الله اكون على قدر المسؤوليه باذن الله. امبارح كان يوم الحظ على الأندية المصرية وعلى المنتخبات، سواء منتخب الناشئين والشباب. امبارح افتتح النادي الأهلي مشواره في مرحلة دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا بفوز كبير على استاد أبيدجان بطل كوديفوار بنتيجة 4-2 في مباراة سيطر عليها النادي الأهلي من البداية للنهاية، باستثناء الفرصتين اللي راح بيهم الضيوف لمرمى محمد الشناوي وسجلوا منهم هدفين. أكيد هيكون لي كولر وقفة مع لاعبي الدفاع بالكامل، لأنه دفاع الأهلي في آخر 3 مباريات استقبل 3 أهداف من 3 فرص بالتمام والكمال. امبارح النادي الأهلي سجل فوز كبير زي ما قلت لحضراتكم بنتيجة 4-2، سجل الأهداف نجم الفريق كهربا 2 في الدقائق 14 و48، وسجل أفشة في الدقيقة 21، وسجل حسين الشحات في الدقيقة 26. كولر بدأ المباراة بتشكيل في حراسة المرمى محمد الشناوي، قدامه يحيى عطية الله وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح، وفي خط الوسط مروان عطية وأكرم توفيق، قدامهم أفشة وحسين الشحات وكهربا وطاهر محمد طاهر. في الشوط الثاني خرج حسين الشحات، نزل رضا سليم في الدقيقة 75، وخرج كهربا وأفشة، ونزل بيرستا وأحمد نبيل كوكا في الدقيقة 77، وبعد كده خرج أكرم توفيق ونزل عمر الساعي، وخرج يحيى عطية الله ونزل كريم الدبيس. مبروك للنادي الأهلي، فوز مهم
ثلاث نقاط مطلوبة في بداية مرحلة دور المجموعات، لأنه زي ما قلت مطلوب الفوز في المباريات في القاهرة، لأن الأهلي في الجولة اللي جاية عنده أورلاندو باريتس خارج القاهرة، هيلعب في جنوب أفريقيا، وبعد كده شباب بلوزداد في القاهرة. فمهم جدا البداية القوية دي وبداية البحث عن اللقب، والنادي الأهلي طبعا كبير جدا في أفريقيا وصاحب أكبر عدد من الألقاب في دوري أبطال أفريقيا. خلينا نروح نشوف جزء من تصريحات مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، قال إيه بعد المباراة. أهلي مبروك لبيراميدز، بداية موفقة، وإن شاء الله المباريات اللي جاية تكون أفضل بكتير وبالتوفيق بإذن الله. لسه مع النادي الأهلي اللي هيلعب أول مبارياته في كاس التحدي يوم السبت يوم 14 ديسمبر في استاد 974 اللي هيجمعه مع الفائز في ديربي أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية اللي هيقام يوم 11 ديسمبر في نفس الاستاد المونديالي، وهيشهد لقاء بين نادي باتشوكا المكسيكي وبطل كأس ليبرتادورس اللي هيكون واحد من فريقين، الفريقين طبعا الاثنين البرازيليين، هو أتلتيكو مينيرو أو بوتافوجو اللي هيلعبوا المباراة النهائية يوم 30 نوفمبر الجاري بإذن الله. كابتن وائل جمعة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق اتكلم عن مشاركة الأهلي في بطولة الانتر كونتيننتال وقد إيه المشاركة مهمة جدا، وكمان الأهلي بيبحث عن بطولة بعد الفوز على العين الإماراتي في مباراته اللي فاتت في كأس الانتر كونتيننتال. خلينا نشوف قال إيه ونرجع مرة تانية مع حضراتكم. النادي الأهلي كل شيء حلو وجميل حصل لي في حياتي، مستقبلي وماضية وحاضري كله كان مرتبط وما زال وسيرتبط إن شاء الله دايما بالنادي الأهلي. النادي الأهلي منظومة فكرية وثقافية ورياضية واجتماعية وسياسية وشعبية، كل شيء يتعلق بالحياة هتلاقي النادي الأهلي داخل فيها. أنا الأهلي اللي كان والحاضر، أنا الاسم. سعيد بأن العالم كله بقى يعرف الأهلي دلوقتي من خلال المشاركات في كأس العالم للأندية، من خلال الإنجازات اللي النادي الأهلي بيحققها، مشاركة النادي الأهلي جنبا إلى جنب مع ريال مدريد، مع برشلونة، مع الأندية الكبيرة جدا. أنا الاسم اللي لف الدنيا وماضي تشيرت في اليابان، بطل عدى حدود أفريقيا. إحنا موجودين هنا في قطر بقالنا فترة طويلة و عارفين حب وشغف جمهور النادي الأهلي لوجود النادي الأهلي في قطر. قطر وصلت العالمية بعد تنظيم مبهر لكأس العالم 2022، شفنا كأس عالم خرافي. أنا يعني أشوف من الصعب أنه يتكرر بأحداثه بجماليته بالشكل الكبير جدا. جماهير النادي الأهلي هي المحرك والدافع دايما لأي نجاحات النادي الأهلي بيحققها، بيعمل المستحيل في مقابل أنه النادي الأهلي يشوفه هو رقم واحد. وجوده هنا فخر وإنجاز يضاف كمان لإنجازات النادي الأهلي، فإحنا سعداء. من ناحية الجاهزية كل الناس اللي هنا مستعدة وجاهزة لتشجيع والوقوف خلف النادي الأهلي. النادي الأهلي معاني كتير جدا جدا، عشناها وبنعيشها وإن شاء الله هنعيشها في المستقبل مع النادي الأهلي. توفيق إن شاء الله للنادي الأهلي في كأس التحدي ويقدر إن هو يتخطى المباراة ويكون طرف في الفاينل. طيب نقفل ملف دوري الأبطال، نروح للثنائي المصري المشارك في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، نادي الزمالك ونادي المصري البورسعيدي. الاثنين عندهم النهاردة ضربة البداية في افتتاح منافسات مرحلة دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية. الزمالك هيلعب مع بلاك بولز الموزمبيقي الساعة 9 بإذن الله، وهيلعب المصري مع نيمبا النيجيري الساعة 6 بإذن الله. المباراتين في مصر، وعارفين ان الزمالك والمصري في مجموعة واحدة هي المجموعة الرابعة، واكيد فرص التأهل للثنائي الزمالك والمصري متاحة ان شاء الله بشرط الفوز في مباريات الاثنين في القاهرة على انيمبا وبلاك بولز. طيب قبل ما نتكلم في تفاصيل المباراتين خلينا نشوف تقرير عن مباريات
اليوم المهمة في افتتاح مشوار الزمالك والمصري في الكونفدرالية. يستعد فريقي الزمالك والمصري البورسعيدي لخوض ضربة البداية في مجموعة الكونفدرالية الأفريقية، والتي أوقع قرعتها الثنائي في المجموعة الرابعة برفقة بلاك بولز الموزمبيقي وأنيمبا النيجيري. ويبدأ الزمالك حملة الدفاع عن لقبه أمام بلاك بولز الموزمبيقي على استاد القاهرة الدولي، حيث يتطلع الفارس الأبيض لطي أحزان الهزيمة من المصري وتداركها سريعا بالفوز على بطل موزمبيق لتسهيل الأمور مبكرا لتخطي دور المجموعات. ونجح الزمالك في التتويج بالنسخة الماضية من الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربية ليكون اللقب الثاني في تاريخ القلعة البيضاء بعد لقب نسخة 2019 على حساب الفريق ذاته، فضلا عن تتويجه بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي، وهو ما يعكس توهج الفارس الأبيض على المستوى القاري. ويعد الزمالك واحدا من كبار أندية القارة السمراء، حيث توج بالعديد من الألقاب والبطولات، وعلى رأسها 5 ألقاب من دوري الأبطال ومثلهم من السوبر الأفريقي وغير ذلك، مما يجعله من أقوى الفرق المرشحة للتتويج باللقب القاري. وعلى الجانب الآخر، يسعى المصري البورسعيدي لتدشين انطلاقة قوية عندما يستضيف فريق أنيمبا النيجيري على استاد السويس الجديد، إذ يدرك رجال المدرب علي ماهر مدى أهمية نقاط المباراة لحسم الأمور مبكرا وتجنب أي مفاجآت قد تعقد له الأمور في المجموعة الرابعة. ويدخل فريق المصري اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير على الزمالك بهدف محمد الشامي، بالإضافة لأنه لم يعرف الهزيمة خلال 3 مباريات التي خاضهم حتى الآن في دوري نايل، محققا 2 انتصارين و1 تعادل. ويأمل المصري في الظهور بشكل مميز في ضربة البداية أمام أنيمبا، إذ تبدو مهمته أصعب قليلا من الزمالك، فالفريق النيجيري يمتلك خبرات كبيرة في القارة السمراء، خصوصا وأنه توج ب4 ألقاب قارية، 2 لدوري الأبطال ومثلهم للسوبر الأفريقي. في النهاية، الزمالك والمصري في مهمة جعل لقب الكونفدرالية مصريا للمرة الثانية على التوالي، ولعل الانطلاقة القوية تكون سببا مباشرا لتحقيق الهدف المنشود بتتويج فارس من الثنائي المصري على عرش القارة السمراء. المصري هيرجع مرة تانية لمنافسات البطولات الأفريقية بعد غياب أكتر من موسم مع مدربه طبعا كابتن علي ماهر. المصري لعب في دور الـ32 أمام الهلال الليبي، خسر في ليبيا في ملعب الشهداء بنتيجة 3-2 بعد ما كان متقدم ب 2-1. اللي سجل الهدفين وقتها كان صلاح محسن، وفي ماتش العودة في ملعب الجيش ببرج العرب فاز النادي المصري بنفس النتيجة 3-2، برضو صلاح محسن سجل هدفين وفخر الدين بن يوسف سجل الهدف الثالث وتأهل عن طريق ضربات الترجيح بعد ما فاز بنتيجة 5-3 في مباراة كانت صعبة جدا. النادي المصري في مسابقة دوري نايل الموسم الحالي لعب 3 ماتشات، فاز في 2 مباراة على طلائع الجيش 2-0 وعلى نادي الزمالك مباراته الأخيرة 1-0 وتعادل مع الجونة بدون أهداف مع 7 نقاط، نفس رصيد الأهلي والاتحاد وبيراميدز، ومقدم بادئ الموسم بشكل قوي جدا. أكيد بنتمنى له كل التوفيق، مواجهة صعبة بكل تأكيد أمام منافس عنده تاريخ كبير في أفريقيا، وقبل كده كسب دوري أبطال أفريقيا 2003 و2004، ده غير أنه ضيف دائم في منافسات أفريقيا سواء دوري الأبطال أو بطولة الكونفدرالية. فإن شاء الله يقدر النهاردة المصري يتخطى أو يفوز على أنيمبا النيجيري. طيب، على الجانب الثاني، نادي الزمالك عنده أول اختبار أفريقي في طريق الحفاظ على لقبه الغالي اللي حققه الموسم اللي فات بالفوز ببطولة الكونفدرالية على حساب نهضة بركان، بعدها كاس السوبر الأفريقي، وأكيد ضربة البداية النهاردة تفرق كتير جداً مع جوزيه جوميز ولاعبي الفريق، لأن الزمالك
تعرض في الجولة الثالثة في مسابقة الدوري لخسارة مفاجأة أمام المصري اللي كنت لسه بقول لحضراتكم عليها 1-0، وقبلها كان فاز على سموحة 2-0 وعلى البنك الأهلي 3-2، بجانب أنه خسر بطولة السوبر المصري أمام النادي الأهلي بركلات الترجيح. وطبعا في بداية الموسم سجل فوز غالي جدا بكأس السوبر الأفريقي على حساب الغريم التقليدي النادي الأهلي بركلات الترجيح. فرص الزمالك أمام بلاك بولز الموزمبيقي أكيد كبيرة في الحصول على أول 3 نقاط. نادي الزمالك لعب في دور ال 32 أمام الشرطة الكيني، فاز في الذهاب 1-0 وفاز في الإياب في القاهرة 2-1، وممكن النهاردة يبقى تشكيل متوقع لنادي الزمالك أو محتمل يبدأ بيه مستر جوزيه جوميز في المباراة. ممكن النهاردة في حراسة المرمى يعني أستعرض مع حضراتكم كده تشكيل متوقع: محمد عواد قدامه الرباعي، محمود بن تايج وحسام عبد المجيد، حمزة المسلوسي، عمر جابر، قدامهم التلاتة نبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد وأحمد فتوح، وقدامهم مصطفى شلبي وأحمد مصطفى زيزو وسيف الدين الجزيري. ده التشكيل الأقرب أن ممكن النهاردة يبتدي بيه جوميز المباراة أمام بلاك بولز. وخلينا نشوف جزء من تصريحات جوميز المدير الفني لنادي الزمالك قبل مواجهة بلاك بولز قال إيه، ونرجع مرة تانية مع حضرتك. The football is not just to in the to success in football is not because you are famous, you know. It's عشان تنجح في الكورة يعني مش بس عشان تبقى يعني مشهور. So we must respect all the opponents. لازم نحترم كل الخصوم. Like we played against Real Madrid or Barcelona or Bayern. زي كأنك بتلعب بالضبط ريال مدريد أو بايرن ميونخ. Or doesn't we cannot play different way if we play against Ahly or different way we can, but the spirit, the way that we respect the opponent must be exactly the same. يعني هو بقول لك ممكن نغير طريقه اللعب بتاعتنا قدام الاهلي، لكن اللي احنا نلعب اي فريق لازم نفس الروح ونفس العقليه بتاعتنا اللي احنا نلعب اي قدام اي فريق. عندهم لعيبه سريعه جدا. They have quality, technical quality in the wingers and the striker. عندهم يعني الوينجات بتاعتهم فنيا والمهاجم بتاعهم عندهم فني كويس ومهارات فنيه كويسه. And in the set pieces special with Nene the central defender they can create a lot of problems. والكون الثابت يعني خاصه المدافع بتاعهم ممكن يعمل لنا مشاكل. So what we must do is try to play under our game, completely under our game. If we do it the game can be good for us. المفروض احنا نعمله ان احنا نشتغل الشغل بتاعنا اللي هو الشغل الفني بتاعنا بتاع المباراه، ولو عملنا الكلام دوت ان شاء الله الماتش هنكون احنا متحكمين فيه. Conrad is a good player. هو متفاهم ان كونراد لعيب. And he's loan in Zamalek. But the same way that we respect Oud, he must respect our work. الطريقة اللي احنا بنحترم بيها أحد هو كمان لازم يحترم بيها الشغل بتاعنا. I wish all the best for Oud for this season. أتمنى يعني الأحد أحسن حاجة للموسم ده. And I advise the Oud president to be focused in his problems. يعني هو يعني بينصح الرئيس نادي أحد إن هو يركز في المشاكل بتاعته. That I will fix it. ووعد الجمهور إن هو يصلح. I cannot promise that we will win all the games. ما يقدرش يوعد إن احنا نكسب. But I promise that we will play the game that we want. Offensive team, aggressive team, and. لكن بيوعد هنلعب. And recover the ball as soon as possible. الكمية بتاعتنا وبقوة وهنحاول نقطع الكور تاني لما تقطع مننا نحاول نرجعها تاني بسرعة. Doesn't matter the name of the striker that you put there. مش مهم اسم المهاجم اللي تحطه هناك او في منطقه الجول يعني. If you don't put the ball there. لو ما حطيتش الكره هناك. You can put Haaland. He doesn't score. Haaland. ممكن تحط هالاند بس ما يعرفش يجيب جول لان الكره ما بتوصلوش. ان شاء الله جاهزين للمباراه بكره. بنحاول ان احنا نشتغل على اوسع حاجه عندنا. وباذن الله نقدر ننفذ تعليمات الكوتش والجهاز الفني ونقدر نكسب المباراه لانها لازم تبقى بدايه قويه لينا باذن الله. طبيعي جدا ان انا وانا مع نادي الزمالك اوصل للبطولات ديت، وديت مش اول ولا اخر بطوله انا هوصل لها. بس الواحد دلوقتي بيفكر انت لما انت بتلعب في نادي الزمالك انت مطلوب منك ان انت تحقق كل بطوله انت بتخش فيها،
وباذن الله نقدر ان احنا نحافظ على اللقب ده تاني. لا من ناحيه الفرقه اللي قدامنا احنا علينا ان احنا نشتغل ونعمل اللي علينا ونسمع كلام المدير الفني والجهاز، والقلق يبقى من مستوانا احنا في الماتش مش مستوى الخصم خالص، لان احنا نقدر ان احنا نكسب الماتش ده. كل التوفيق ان شاء الله النهارده لنادي الزمالك، اكيد المنافس في الامكان لكنه مطلوب كمان الحذر، لان فقدان اي نقطه في القاهره هتبقى في صالح عنيم بقى النيجيري اللي هيكون مترقب ان هو يخطف تذكره التاهل الثانيه من الزمالك او المصري البورسعيدي باعتبارهم في مجموعه واحده. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم في صباح اون تايم، خليكم معانا. عايزة أروح لموضوع تاني وأتكلم عنه بتفاصيل أكتر، وهو إقامة المؤتمر الصحفي النهاردة الأربعاء للإعلان عن تفاصيل الموسم الثالث من كابيتانو مصر. والحقيقة المردود الإيجابي للموسم الأول والموسم الثاني من كابيتانو مصر هو الدافع الكبير لإقامة الموسم الثالث، لأن مؤشرات النجاح كانت واضحة جدا في ظهور أكتر من لاعب في مراحل عمريه مبكره. شفنا كلنا طبعا الموسم الاول والثاني عبر اون تايم سبورتس التغطيه المميزه للموسم الاول والثاني كان من كابيتانو مصر. امبارح كشفت الشركه المتحده للرياضه عن اقامه مؤتمر صحفي النهارده الاربعاء للاعلان عن تفاصيل الموسم الثالث من كابيتانو مصر والمخصص لاكتشاف المواهب الكرويه، وكتبت حساب المتحده او كتب حساب المتحده عبر موقع اكس المؤتمر الصحفي للاعلان عن كابيتانو مصر الموسم الثالث يوم الاربعاء 27 نوفمبر بتنظيم الشركة المتحدة للرياضة الوكيل الإعلاني الحصري. أعلنت الشركة المتحدة للرياضة عن رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل عبر برنامج كابيتانو مصر في الموسم الثالث المقرر انطلاقه يوم 28 نوفمبر الجاري. وكتب حساب الشركة المتحدة للرياضة عبر إكس: من كل محافظات مصر استعدوا للموسم الثالث من كابيتانو مصر 28 نوفمبر رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل. الشركة المتحدة للرياضة الوكيل الإعلاني الحصري. طبعا حقق برنامج كابيتانو مصر نجاح كبير جدا من بداية انطلاقه، لأنه قدر في مواسمه السابقة أنه هو يستقطب ويكتشف عديد من المواهب الواعدة، وده بالمناسبة كان بيحصل قبل كده في فترة الثمانينات والتسعينات، لكن كان وقتها اسمهم كشافين. الكشاف للأندية هو اللي كان بيشوف الموهبة أو كان بيشوف الموهبة وبيوديها للأندية. عشان كده كان مهم جدا يكون مشروع كابيتانو مصر مهتم باكتشاف المواهب. كمان حظى باهتمام كبير جدا من الجمهور والمجتمع الرياضي، وده بيعكس الثقة المتزايدة في إمكانيات الشباب المصري وقدرتهم على تحقيق التميز في مختلف المجالات الرياضية. عايز أفكر مشاهدينا إن كابيتانو مصر كان بيهدف لإيه؟ كان بيهدف لاكتشاف المواهب الشابة من كرة القدم وتقديم الرعاية الفنية والبدنية اللازمة ليهم، وده بيسهم بدون شك في تطوير إمكانياتهم وتأهلهم لاحتراف اللعب على المستوى المحلي والدولي. بيتميز كمان البرنامج بتوفير بيئة تدريبية احترافية، إضافة طبعا إلى تسليط الضوء على قصص نجاح الرياضيين الشباب عشان يكونوا قدوة لأقرانهم في المجتمع. طبعا شفنا في النسخة الأولى والنسخة الثانية نجوم الكرة المصرية في مختلف الأجيال زي الكباتن الكبار عصام الحضري، عبد الستار صبري، طارق السعيد، شريف عبد الفضيل، كابتن محمد صلاح مدرب نادي الزمالك السابق، وعمرو الحلواني، كلهم كانوا مدربين لفرق في مشروع كابيتانو مصر في الموسم الأول والثاني.
كل التوفيق ان شاء الله قبل انطلاق الموسم الثالث النهارده. ان شاء الله هنشوف ضربه البدايه للموسم الثالث من خلال المؤتمر الصحفي اللي هيعقد من جانب الشركه المتحده للرياضه. وكل التوفيق ان شاء الله يا رب للقائمين على المشروع. وخلينا نتابع عبر اون تايم سبورتس التغطيه المميزه لمشروع اكتشاف المواهب كابيتانو مصر في موسمه الثالث، وكل محافظات مصر تستعد لاكتشاف المواهب. ده كان موضوع مهم جدا، لان النهارده الاعلان عن الموسم الثالث ده بقى تفاصيل طبعا ان شاء الله على مدار اليوم حضراتكم هتعرفوا من خلال المؤتمر الصحفي. مواعيد الاختبارات في المحافظات والكشف عن المواهب هيكون عامل ازاي، والبلان في الموسم الثالث. بنتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله. خلينا نروح للدوريات في اوروبا وابرز نتائج مباريات امبارح في دوري ابطال اوروبا. برشلونة كان بيلعب مع ستاد بريست فاز 3-0، بايرن ميونخ كان بيلعب مع باريس سان جيرمان وفاز 1-0، والانتر مع لايبزيج فاز 1-0، سبورتينج لشبونة مع ارسنال، ارسنال فاز 5-1، ومانشستر سيتي مع فاينورد اتعادلوا 3-3. طيب الماتش الاخير اللي بتكلم عن التعادل فيه، حصل فيه موقف غريب جدا بعد مباراة السيتي امبارح والتعادل 3-3 مع فاينورد، ومرتبط بجوارديولا مدرب السيتي اللي ظهر بعد المباراة بجروح في وشه، وده أثار تساؤلات كتير جدا من جانب الصحفيين في المؤتمر الصحفي عقب المباراة. وسأل أحد الصحفيين جوارديولا عن سبب الإصابات، زي ما حضراتكم شايفين الصورة على الشاشة، الإصابات اللي في وجه وأنف جوارديولا. جوارديولا قال إن قمت بجرح نفسي بأصبعي بأظافر أصبعي، خربش نفسه يعني بالبلدي كده، قال إن هو كنت أريد إزاء نفسي. في الحقيقة رد فعل جوارديولا جه بعد سلسلة من النتائج السلبية للسيتي اللي محققش الفوز في آخر 6 مباريات، أول مرة تحصل. خسر في 5 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة في جميع المسابقات، فواضح ان هو انفعل انفعال زايد جدا، ما قدرش يسيطر على تصرفاته، فحصل ان هو اذى نفسه بالصوره اللي انتشرت. وشفنا طبعا اللي تابع المؤتمر الصحفي اكيد شاف امبارح وش جوارديولا بالمنظر ده، فالراجل رد وقال ان هو ممكن ما قدرش ان هو يسيطر على عصبيته فاذى نفسه، هو ده سبب الجروح اللي في وش جوارديولا. طيب مباريات النهارده في دوري ابطال اوروبا، ابرز المباريات: ليفربول هيقابل ريال مدريد الساعه 10 في نفس التوقيت، موناكو هيقابل بنفيكا، وفي نفس التوقيت استون فيلا هيقابل يوفنتوس، ودينامو دغرب هيقابل بروسيا دورتموند. كل المباريات هتتلعب الساعه 10 باذن الله النهارده. دون شك لقاء هيكون قوي جدا ما بين ريال مدريد وليفربول. يا ترى افتكروا كده مين ممكن يكون ليه الكلمة العليا؟ خلينا نشوف ونتابع لقاء اليوم. نروح لفاصل دلوقتي، وبعد الفاصل نستقبل الأستاذ إبراهيم جادة المحلل الرياضي وحديث مطول عن الكرة المصرية بعد الفاصل. مرحبا بحضراتكم مره تانية، لسه مكملين معاكم في صباح اون تايم، وانضم لينا ضيفنا اللي منورنا النهارده الاستاذ ابراهيم جادة المحلل الرياضي. استاذ ابراهيم صباح الخير على حضرتك. صباح الخير استاذه اميره، نورنا. ربنا يخليك، انا مبسوط جدا ان انا معاكي. خلينا كده في البدايه نبتدي بمباراه الاهلي واستاد ابيجان، فوز الاهلي 4-2. شفت المباراه ازاي؟ تابعت المباراه ازاي؟ هل الفوز عبر عن سير المباراه ولا لا؟ هل الهدفين كمان اللي استقبلتهم شباك الاهلي كانت اخطاء دفاعيه، وده الكلام اللي اتكلم فيه كولر؟ بشكل عام تابعت المباراه ازاي والنتيجه؟ خلينا نقول ان الماتش كان سهل على الاهلي، وكان ده واضح اول 30 دقيقه. الاهلي متحكم في كل حاجه. كان استغرابي الكبير جدا ان فريق استاد ابيجان نازل يلعب بشجاعه انا ما شفتهاش من فرق كبيره في افريقيا، انه نازل يلعب الاهلي وهو تقريبا اول مشاركه ليه في دوري ابطال افريقيا، نازل يلعب الاهلي ان هو عايز يهاجم الاهلي، وساب مساحات كبيره جدا للنادي الاهلي. ده الاهلي الجيم اللي هو بيحبه، مساحات كبيره مع لعيبه زي حسين الشحات وطاهر محمد طاهر، قفشه بيحرك اللعب، فالاهلي كان قادر يوصل لجون استاد ابيجان بكل سهوله وبطرق متعدده. قدر الاهلي يسجل 3 اهداف،
ممكن بعديها حصل حاله من الخمول عند لعيبه النادي الاهلي انه حس ان خلاص الماتش خلص ومتقدمين 3-0 والكوره بتاع الهدف الاول بتلخص حاله الخمول اللي حصلت ان هجمه مرتده لعيبه الاهلي واقفه ما فيش ضغط على الخصم زي ما احنا متعودين من لعيبه الاهلي. استاد ابو الجنه قال الكوره اكتر من مره وكره عرضيه بيسجل هدف. لعيبه الاهلي نزلت الشوط الثاني دايسه بنزين برده في بدايه الشوط عشان الماتش برده ما يتكهربش من الاهلي. الاهلي قدر يسجل هدف سريع مع بدايه الشوط سهل المهمه اكتر، لكن هو برده يعني دي ممكن نسميها قافه اللاعب المصري شويه، لما بيحس ان الماتش بيتسهل عليه، لما بيحس ان الماتش في المتناول خلاص ضمن الجيم، بتبتدي حاله من خلاص الرياحيه، ما بياخدش الموضوع بجديه كبيره. وده كولر نفسه اتكلم عنه في المؤتمر الصحفي امبارح بعد المباراه وقال ان كان في حاله من ضمان المكسب عند اللعيبه، ودي حاجه مش مطلوبه، لكن في النهايه هو يعني ده ممكن يحصل في الكوره. لكن في النهايه ماتش كان سهل على النادي الاهلي، الاهلي قدر يفوز بيه بسهوله، خرج فيه بمكاسب كتير، بدايه المشوار بثلاث نقط مهمه، عوده كهربا للتسجيل نقطه مهمه جدا جدا، كهربا نفسه محتاجها والاهلي محتاجها في ظل ضبابيه موقف وسام ابو علي لحد دلوقتي. الاهلي محتاج ان كهربا يرجع له الثقه ويسجل اهداف ويبدا يدخل في الجيم. مستوى محمد مجدي قفشه مستوى ممتاز، بيثبت مره ثانيه وثالثه ان هو لعيب مهم جدا جدا في النادي الاهلي، لعيب حاسم جدا للنادي الاهلي، وكان يعتبر امبارح ممكن نسميه الظهور الاول لعمر الساعي. وشارك في مباراه العين الاماراتي كام ثانيه تقريبا، ثواني امبارح شارك حوالي 12 دقيقه، نزل في الدقيقه 82 مع الوقت بدل الضايع، كانت المشاركه الاولى، كان واضح عليه جدا جدا التوتر وده منطقي وبديهي يعني، لكن في النهايه فكره مشاركته ودخوله الملعب ده ممكن نسميه من المره ان هو يبدا يدخل مع الفريق. ليه يعني ليه فكره التوتر رغم ان انت نازل في توقيت الجيم بشكل كبير ممكن يكون محسوب، رغم ان يعني انا عايزه اقول برضو ان الفروق الفرديه مش سبب اساسي ان احنا نقول جيم خلص، لا انت اي حاجه في الكوره وارده وبنشوف معجزات بتحصل، لكن فكره ان انت ده الظهور الثاني ليك، ممكن الاولاني كان ثواني في العين الاماراتي، مباراه العين الاماراتي، ليه عمر الساعي لغايه دلوقتي ما اكتسبش الثقه اللي يقدر يظهر بيها او يظهر بيها امكانياته لجمهور النادي الاهلي؟ توقع التوتر اللي ممكن كان فيه امبارح هي فكره ان هو حاسس ان هو تحت اختبار شويه، ان هو برده الماتشات الاولى للاهلي فيها الموسم عمر الساعي مش موجود في الحسابات، ما بيشاركش رغم ان هو كان جاي نجم الاسماعيلي، فهو حاسس امبارح يعني نحس ان عمر الساعي في المباراه عايز يعمل كل حاجه، فاللعيب اللي بيبقى دايما في دماغه عايز يعمل كل حاجه وعايز يتحرك في كل حته ده بيبقى مشتت جدا، وكل كره هو بيطلب الكره من زمايله كتير، وممكن يبقى في مواقف ما ينفعش ان الكره تجيله او ان هو مضغوط عليه، فبالتالي هو احساسي انا ان هو كان احساس ان هو في اختبار شويه، ان هو بعيد فعايز يثبت نفسه باسرع طريقه ممكنه، عايز يعمل كل حاجه، ده خلاه مندفع جدا جدا اول ما الكره بتتقطع من الاهلي، عايز يرجع الكره بشكل سريع عشان عايز الكره تبقى في رجله ويثبت نفسه، فهو دايما بيبقى اللعيب عايز يثبت نفسه بيجي على حساب نفسه اكتر، انه عايز يعمل كل حاجه في الكره، وده صعب جدا. بشوف دايما اللعيب لازم يتجه في البدايه ان هو يلعب السهل اكتر عشان يبدا ياخد الثقه، لكن في النهايه احنا قدام لعيب، احنا بنتكلم على لعيب عنده 23 سنه لسه برضو التحول للنادي الاهلي او نادي الزمالك، اللعب مع الاهلي او الزمالك تحديدا بيبقى الموضوع مختلف شويه، بضغط جماهيري كبير، وكمان هو جاي في مركز ومليان لعيبه، مليان نجوم، امام عاشور، قفشه، عمرو السوليه، اكرم توفيق، فمنافسه كبيره جدا جدا عليه، وهو لعيب صغير في السن، فممكن ده حطه تحت ضغط كبير يعني. التشكيل اللي بدا بيه كولر المباراه شفته منطقي ولا يعني وجود قفشه من بدايه المباراه كان مفاجاه ليك؟ انا دايما بشوف ان قفشه يستحق مساحه اكبر في تفكير مارسيل كولر وفي التشكيل الاساسي للنادي الاهلي. قفشه من اكتر اللعيبه اللي موجوده في مصر حاليا عندها حلول فرديه، لعيب بيقدر يتحكم في رتم المباراه بشكل ممتاز، بيقدر يوزع اللعب بشكل هايل، عنده فيجن ممتازه في الملعب. دايما كولر اتكلم كذا مره انه ممكن الملعب ما يستحملش قفشه وامام مع بعض في ماتشات كتير. توقعت امبارح ان احنا ممكن نشوف قفشه وامام مع بعض، يعني يبقى قفشه وامام ومعهم واحد من اكرم توفيق او مروان عطيه، لكن هو فضل قفشه في النهايه، وقفشه اثبت مره ثانيه ان هو من نجوم الشباك بتاع النادي الاهلي، لعيب بيستحق مساحه اكبر في النادي الاهلي. لما نيجي نشوف الارقام بتاعت قفشه في مباراه امبارح هنلاقي ان قفشه سجل هدف جميل جدا وعمل اسيست في المباراه،
كان ليه 3 تمريرات مفتاحيه، صناعه فرص لزمايله في المراوغات، عمل 3 مراوغات صحيحه من 3 مراوغات، حتى دقه التمرير وصلت 87%. النقطه الاهم كمان من الارقام بتاعه افشل اللي احنا بنعرضها قدامنا، ارقام بتبين قد ايه هو فعال جدا للفريق ككل ولنفسه هو بشكل فردي، وبيقدر يبقى عنده حلول. النقطه المميزه عندي بالنسبه لافشه هو قدرته دايما على التحرك لزمايله، دايما اول ما لعيب هيبقى معاه الكره هيلاقي افشه اول حل ليه انه يفتح له زوايا تمرير على طول يقدر ياخد منه الكره، دايما بيتحرك ما بين الخطوط ان هو يكون راس مثلث مع اي 2 لعيبه واقفين على طرفين الملعب عشان يقدر الاهلي يخرج من خلاله. انا بصراحه بشوف ان افشه من اهم اللعيبه اللي موجوده في مصر حاليا، بيعجبني جدا جدا في شخصيته بصراحه، ان هو زي ما بنقول لعيب ما بيرميش دايما على فكره ان انا ما بلعبش، لا هو دايما بيخلي نفسه جاهز وقت ما بيعوزه كولر بيلاقيه بالزبط. يعني في اي وقت خلال سير المباراه بتلاقيه ينزل وبيأدي، وده مهم يعني جدا، يعني احتاجه من التشكيل من الاول زي امبارح لقيناه موجود لغايه لما اتغير وكان صاحب هدف في المباراه، لما بينزل في الدقايق الاخيره برضه بنلاقيه موجود وتحركاته فعلا بتفرق بشكل كبير جدا. ودي جزئيه مهمه جدا جدا انه اللاعب حاضر ذهنيا، مجهز نفسه ذهنيا ان انا هاخد 10 دقائق، هاخد ربع ساعه، هاخد 90 دقيقه، لازم يكون ليا بصمه في المباراه، ما بيتكلش على فكره ان انا مظلوم وان انا ما باخدش الوقت. مهم جدا جدا انك تبقى لعيب مؤثر، في لعيبه ممكن تلعب 90 دقيقه ومحدش يحس بيها، ولاعيب ياخد ربع ساعه او 20 دقيقه ويبقى هو نجم المباراه بالكامل خلص. فده انا بحيي قفشه في الجزئيه دي على حضوره الذهني دايما، وان هو جاهز دايما ومجهز نفسه للماتش بشكل دائم. من وجهه نظرك ايه اللي خلى كولر يخلي امام عاشور على دكه البدلاء خلال المباراه؟ بشوف ان هي يعني ممكن سببين، السبب الاول هي ممكن سبب ان هو روتيشن وعايز اللعيبه كلها تكون جاهزه واللعيبه كلها بتكون بتشارك، وده شفنا كولر على مدار الموسمين ليه مع النادي الاهلي هو بيحب يعمل روتيشن جدا جدا، بيحب يغير اللعيبه كلها واللعيبه كلها تكون جاهزه. بشوف السبب الثاني ممكن يبقى قرار من كولر ان امام عاشور نفسه في المباريات اللي فاتت ما بيقدمش افضل مستوى ليه مع النادي يعني. الاهلي ممكن لان كمان في المباراه اللي فاتت مباراه الاتحاد السكندري كانت من اكثر المرات اللي كولر يخرج فيها امام عاشور بدري من المباراه، استبدله في الدقيقه على ما افتكر الدقيقه 60، دايما كولر كان بيحب يحتفظ بامام عاشور لاخر المباراه، ممكن فكره ان كولر حس ان امام عاشور مش في مستواه مش مركز فحب ان هو يخليه على مقاعد البدلاء ان هو يحس دايما ان في منافسه، ودي حاجه صحيه جدا جدا ان اللعيب دايما يحس ان مركزه في خطر، اي لعيب في العالم مش في مصر بس، اي لعيب في العالم يحس ان هو ضامن مركزه ومفيش منافسه على مركزه، مش خايف على مركزه خلاص هيبدا يحصل حاله تراخي شويه، مش هيبقى مهتم شويه، لكن المنافسه دايما على كل مركز بتبقى في صالح الفريق بشكل عام، فممكن يبقى كولر عايز يوصل رساله للكل ان في منافسه في كل المراكز وكل اللعيبه مهدده ان هي تكون موجوده على دكه البدلاء وكل لعيبه هتلعب اساسي. وده اتكلم عليه بالمناسبه في المؤتمر الصحفي لما اتسال على رضا سليم، قال انا بالنسبه لي المقياس هو الاداء في التدريبات وفي الملعب، مفيش لعيب اساسي مفيش لعيب احتياطي، وقت ما انت هتادي اللي انا محتاجه منك هتلاقي نفسك موجود داخل ارضيه الملعب. برضو شفنا كولر بيغير من اماكن اللاعبين في الملعب، رجع اكرم توفيق في وسط الملعب، خلى خالد عبد الفتاح باك رايت، ايه برضو الهدف من تغيير الاماكن دي؟ انا اشوف ان كولر بوجود دايما قفشه هو بيبقى عايز 2 لعيبه عندهم ورك ريت عالي، هو دايما عنده احساس ان قفشه ما بيقومش بالادوار الدفاعيه بشكل كبير، قفشه لعيب ما عندوش ورك ريت عالي في الناحيه الدفاعيه ما بيضغطش بقوه، فهو بيبقى عايز يامنه ب2 لعيبه على المستوى الدفاعي، عشان كده اختار اكرم ان هو يلعب جنب مروان عطيه. وجهه نظر انا بقى من الناحيه الفنيه، وجود اكرم في وسط الملعب بيعطل النادي الاهلي بالكامل، اكرم توفيق وجوده في وسط الملعب بيعمل خلل للنادي الاهلي، الافضل لما بيكون اكرم ناحيه اليمين، الملعب زي ما بيقولوا بلغه الكره ما يستحملش اكرم ومروان الا ماتشات قليله جدا اللي انت هتلعب فيها على التحولات، غير كده وجود اكرم مع مروان في وسط الملعب بيعمل خلل للنادي الاهلي في الخروج بالكره، الاهلي ما بيبقاش عارف يخرج من عمق الملعب لان اكرم بالكره وتحت الضغط ما بيقدرش يتصرف بالكره بافضل شكل ممكن. اكرم عنده عيب خطير جدا بيبان في وسط الملعب، انه اكرم دايما بيجري مع الكره بيطارد الكره، فده بيخليه يسيب مركزه كتير، والمربع اللي هو المفروض منوط بيه ان هو يقف فيه ويطلع يطارد الكوره ده بيعمل مساحات كبيره في وسط ملعب النادي الاهلي، وده حصل في لقطه الهدف الاول امبارح اللي دخلت مرمى الاهلي، ان اكرم فضي مساحات ساب مكانه خرج يطارد الكوره يجري ورا الكوره، المساحه في نص الملعب اتفضت واتلعبت الكوره وجه الهدف، فدي مشكله ان اكرم دايما مندفع، اندفاعه في وسط الملعب بيسبب مشاكل اكتر من طرف الملعب، لكن انا توقعي ان هو تفكير كولر ودايما هنلاحظها لما قفشه بيشارك بيحب يامنه ب2 لعيبه بتدافع وراه عشان ما يحصلش مشكله دفاعيه، لكن انا
مشكلتي انه اختيار اكرم جنب مروان دايما بيعمل خلل في وسط ملعب النادي الاهلي. برضو كولر شايف ان خالد عبد الفتاح يستحق المكافاه على الفتره اللي فاتت، شايف ان هو بيجهزه ناحيه اليمين يكون مع اكرم توفيق، وواضح ان كولر خلاص بدا يعتمد على عمر كمال كجناح مش مش كظهير، فهو عايز يجهز الاثنين باكات اللي عنده. شفناه امبارح لعب بخالد عبد الفتاح، قبلها كان بيلعب باكرم ناحيه الشمال، امبارح كمان كريم الدبيس نزل مكان يحيى طه الله، فهو عايز يجهز كل اللعيبه. هو اتعامل مع المباراه امبارح ان هو عايز يجهز اللعيبه كلها، يدي اللعيبه كلها فرصه في المباراه. بدايه كانت موفقه للنادي الاهلي للبحث عن لقب جديد في دوري ابطال افريقيا، واتمنى له ان شاء الله كل التوفيق. استاذن حضرتك خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم، خليكم معانا. لسه مكملين مع حضراتكم في صباح اون تايم، ولسه منورنا الاستاذ ابراهيم جاد المحلل الرياضي. استاذ ابراهيم، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن النادي الاهلي وبدايه موفقه، بيراميدز امبارح كمان بيقدم مباراه قويه جدا امام سجرادة بيفوز ب 5-1، شفت كمان البدايه لبيراميدز ازاي؟ كان مهم جدا جدا ان بيراميدز يفوز المكسب ده عشان هو ياخد يعني ثقه في نفسه في دوري ابطال افريقيا. هو بيراميدز الموسم اللي فات كان سيء الحظ في المجموعه اللي وقع فيها مع سان داونز ومازيمبي، النسخه الحاليه كان مهم جدا جدا في مباراه كان حظه حلو ان هو يبدا بمباراه سجرادة في القاهره، حظه حلو بدا وهو قدر يستغل ده ان هو يفوز مكسب كبير، يدي لنفسه الثقه ويدي لعيبته الثقه. انا دايما شايف ان بيراميدز لو اتكلمنا عنه كسكواد لعيبه، بيراميدز من اقوى ثلاث سكوادات موجوده في افريقيا، مش في مصر، من اقوى الفرق اللي موجوده في افريقيا، محتاج ثقه لعيبته. انا بشوف دايما يعني في كلمه بتتقال ان اصل بيراميدز ما عندوش الخبره في المشاركه، لعيبه بيراميدز كلها عندها خبره كبيره جدا في المشاركات الافريقيه، مش مع بيراميدز مع انديه ثانيه بس عندها خبرات كبيره، هم محتاجين. ومع بيراميدز كمان شارك كونفدراليه، شارك دوري ابطال افريقيا، يعني بقى له كذا موسم بالظبط. فهو الجزئيه دي من البدايه انا بشوف ده مش يعني معلومه مغلوطه، لان اللعيبه دي عندها خدت بطولات افريقيه مش بس شاركت في البطولات الافريقيه، فبالتالي الفريق ككل هو محتاج مكسبين ثلاثه في البطولات الافريقيه يدوا له الثقه، لانه عنده امكانيات كبيره جدا جدا يقدر يمشي فيها في بطوله افريقيا بشكل كويس، مش بس يعدي دور المجموعات. فكانت بدايه مهمه على المستوى النفسي للاعيبه بيراميدز في مجموعه انا بشوفها في متناول بيراميدز ان هو يتاهل منها، ما كانش في الصداره كمان على الترجي، الترجي ما بيعيش افضل فترات رغم فوزه الكبير امبارح، لكن مش افضل حالات الترجي، يقدر بيراميدز يتاهل سواء في الصداره او في المركز الثاني، لكن فرصه مهمه جدا جدا لبيراميدز ان هو يتخطى الدور ده ان شاء الله. يعني هل بيراميدز اكتسب الاكسبيرينس في بطولات الافريقيه من خلال مشاركاته بشكل اكبر ممكن يخليه نشوفه الموسم ده بيتقدم حتى النهايه؟ اشوف ان بيراميدز مع الوقت بيتمرس في البطوله اكتر، فريق نفسه كفريق في الملعب بقى عنده توازن اكتر في العناصر، بقت لعيبه اكثر شبابا في الملعب، وده بدنيا بيفرق مع الفريق في المواجهات الافريقيه تحديدا ان هو ياخد خطوات اكتر. بيراميدز كان عندي شكوك شويه في بيراميدز لان بدايته في الدوري ما كانتش افضل حاجه، اداء بيراميدز في الدوري مش افضل اداء، ممكن هو لسه برده لحد دلوقتي يوريتش مش قادر يلاقي توليفه لوسط الملعب مع غياب وليد الكارتي تحديدا اللي كان من العناصر الاساسيه بالنسبه له. بلاتي توري كمان بادئ الموسم بشكل سيء، عشان كده شفنا ان هو بدا يدخل احمد عاطف قطه في وسط الملعب على الرغم ان هو لعيب جناح، فده عامل خلل شويه في بيراميدز. ماتش ومكسب امبارح ده يدي ثقه لبيراميدز ان هو يهدي الاوضاع شويه يقدر يمشي في البطوله، من وجهه نظري فرصه مهمه انه يعدي دور المجموعات، وما بعد دور المجموعات يقدر بيراميدز ياخد الخبره بقى في ماتشات النوك اوت وماتشات الانديه الكبيره دي، برده بتدي خبرات كبيره للاعيبه ان هي تلعب ماتشات زي دي مره واثنين وثلاثه، بيديها خبره للتعامل مع الماتشات بعد كده. طيب لو هننتقل للكونفدراليه والزمالك والمصري، من حسن حظنا ان الاثنين في مجموعه واحده، النهارده النادي المصري البورسعيدي على استاد السويس هيلاعب انيما النيجيري، نادي الزمالك عنده مواجهه النهارده امام بلاك بولز الموزمبيقي، شايف المواجهتين ازاي؟ شايف المواجهتين لازم الفرقتين ما يدوش اي فرصه لاي مفاجآت غير ساره النهارده.
فكره كويسه ان دايما تبدا البطوله على ملعبك، تبدا البطوله على ملعبك، ان انت تستغل ده، ان انت تحقق ثلاث نقاط. الزمالك النهارده بيلعب بدون جماهيره، لكن في النهايه جوميز نفسه قال ان انا مش متضايق ان بكره هنلعب من غير الجماهير، لان كنا محتاجين نلعب ماتش بضغوطات جماهيريه اقل، خصوصا بعد الخساره من المصري في الدوري. حسام عبد المجيد عبر عن حاله الزمالك وقال الخوف على الزمالك دايما مش من المنافس، الخوف على الزمالك من الزمالك نفسه. هو حسام عبد المجيد قال في المؤتمر الصحفي كده، وانا بتفق مع حسام عبد المجيد كده. الزمالك لما بيقرر انه يبقى الزمالك ويلعب بشخصيه نادي الزمالك بيبقى خصم صعب جدا جدا. مهم النهارده ما يكونش في اي مفاجآت غير ساره للفريقين، بدايه بثلاث نقاط هتكون مهمه ليهم في المنافسه بعد كده، ونتمنى نشوف ان الاثنين بيتاهلوا من المجموعه مع بعض، لكن البدايه مهمه جدا جدا. الزمالك دايما عنده مشكله في بدايه البطوله، بعد كده بيحاول يتداركها، ممكن تعدي وممكن ما تعديش، لكن هو عنده مشكله في بدايه البطولات الافريقيه سواء في دوري الابطال او في الكونفدراليه. مهم جدا النهارده ده ما يحصلش، بالذات انت بتبدا بقى المره دي على ملعبك في اي حاجه، في مجموعه بشوف هي الاصعب في الكونفدراليه مع المصري ومع انيمبا وبلاك بولز. بالنسبه لنا هو فريق مغمور شويه، لكن في النهايه وجود المصري وانيمبا يخلي المجموعه صعبه طبعاً. جدا في اي فكره، يعني النقطه اللي بتتكلم فيها اللي هو اي فريق من الاثنين اخفق في البدايه هيصعب عليه الامور، لان انيمبا كمان بالزبط. عايز يحجز المقعد الثاني بجانب اي فريق مصري، فما فيش فرصه لفكره البدايه السيئه ونبدا نتدارك الامور، هيبقى الموضوع صعب جدا على الفريقين. فنتمنى ان هم يبداوا النهارده المشوار بثلاث نقط ليهم ان شاء الله. لكن المباراه اللي فاتت في دوري نايل المصري قدر ان هو يتخطى الزمالك بهدف نظيف. شايف في البداية المصري ازاي في دوري نايل الموسم ده مع كابتن علي ماهر؟ مش اول موسم طبعا مكمل معاه من الموسم اللي فات، والنهاردة قد ايه البداية تكون مهمة كمان بعد مباراة الفريق اللي لعبها في الدور التمهيدي وفاز على الفريق الليبي؟ انا بشوف كابتن علي ماهر من المدربين يعني كبار جدا في الدوري المصري، بيقدر دايما يعمل فريق متماسك جدا على المستوى الجماعي، فريق صلب جدا. بشوف بتبقى المشكله دايما مع كابتن علي ماهر او مع المصري مع كابتن علي ماهر في ماتشات الفرق الصغيره شويه. كابتن علي ماهر والمصري بيقدر يبقى يقدم ماتشات كبيره جدا جدا قصاد الاهلي والزمالك وبيراميدز، دايما بنلاقيه بيفقد نقاط مش متوقعه خالص في مشواره سواء في الدوري او في الكاس، في ماتشات مش متوقعه خالص. فده النهارده التحذير بقى الكابتن علي ماهر واللاعبين المصري، النهارده ماتش في اي لحظه من اللحظات ما يحسش ان الماتش سهل عليه قصاد انيمبا، الفريق حتى لو تقدم يعني حتى لو تقدم بالظبط، لان انت في النهايه بتلعب على ملعبك، حاول تستغل ده ببدايه قويه بسكور كبير زي ما بيراميدز والاهلي عملوا. في النهايه بيبقى عندي قلق دايما على الكابتن علي ماهر والمصري من فكره لما بيحسوا ان الماتش سهل شويه، لكن في الماتشات الكبيره الفريق بيبقى باين ان هو جاهز جدا جدا ذهنيا تركيز. وفنيا بنلاقيه بيقع بقى في الماتشات الصغيره، لكن كابتن علي ماهر من الفرق اللي انا اي فريق بيدربه يعني المصري وقبل كده مودرن فيوتشر وقتها من الفرق اللي بحب اتفرج عليها دايما، لان بشوف فريق كوره متماسك جدا جدا. طيب خلينا ننتقل لحدث مهم جدا، والفتره اللي فاتت والساعات الاخيره مفيش كلام غير عن تصريحات صلاح وما مصير صلاح مع ليفربول من الرحيل او البقاء. بشوف ان اللي محمد صلاح عمله بعد ماتش ساوثهامبتون ذكاء كبير جدا جدا، هو اختار وقت مناسب ان هو يقول فيه التصريحات دي، والصحفي نفسه اللي صلاح عمل معاه التصريحات في ذا اتلتيك طلع قال ان محمد صلاح اللي طلب يعمل المقابله دي وطلب ان هو يقول التصريحات دي، فهو عارف كويس جدا هو بيدي التصريحات دي في انهي وقت، خارج من مباراه ساوثهامبتون جايب للفريق ثلاث نقاط بمجهود فردي، مسجل هدفين في مباراه كانت صعبه جدا جدا على ليفربول، مخلي فريقه متصدر الدوري بفارق 8 اهداف. السؤال هنا اللي جماهير ليفربول نفسها بدات تساله، بدات تضغط على الاداره بيه، هل ليفربول يقدر يتحمل رحيل محمد صلاح فنيا؟ الحقيقه لما نيجي نبص على بشكل رقمي مبسط جدا لليفربول السنه دي، ليفربول متصدر جدول الدوري بفارق 8 اهداف عن مانشستر سيتي، تصدره لجدول الدوري سجل 24 هدف، من ال 24 هدف دول محمد صلاح مساهم في 16 منهم، مسجل 10 وصنع 6 اهداف تانيين، يعني بمعدل 67% من اهداف ليفربول في الدوري محمد صلاح مساهم فيهم. في دوري الابطال ليفربول متصدر لدوري الابطال بعد اول 4 جولات، الفريق مسجل 10 اهداف، محمد صلاح مساهم في 5 منهم، مسجل هدف وصنع 4 اهداف، فبالتالي مساهم في 50% من اهداف ليفربول في دوري ابطال اوروبا. فاحنا بنتكلم في لعيب مساهماته التهديفيه ومساهماته الهجوميه مع نادي ليفربول بتتخطى ال 50%. انت مش عايز تجدد لمحمد صلاح
بسبب الراتب او بسبب مده العقد. هل لو محمد صلاح مشي ليفربول قادر يجيب لعيب يعوض محمد صلاح؟ الحقيقه ان الاجابه لا بشكل قاطع، لان عشان تجيب لعيب يقدر يعوض محمد صلاح هتدفع قد اللي انت هتدفعه لمحمد صلاح 5 مرات مثلا، وفي النهايه لعيب مش مضمون ان هو هيبقى قادر يكون ليدر الفريق ويكون هو السوبر ستار بتاع الفريق ويقدر يبقى حاسم للفريق بالشكل ده اللي احنا شايفينه. محمد صلاح مسجل 100 هدف مع ليفربول خارج الانفيلد، وده رقم صعب جدا جدا انك تخرج بره ملعبك تجيب 100 هدف. فبالتالي انا بشوف ان خساره ليفربول لمحمد صلاح هتفقد للفريق نص قوته. محمد صلاح دلوقتي خلى زي ما بيقولون كده وقع الجمهور في الاداره ان خلاص يعني محمد صلاح طلع قال انا مستني العقد الجديد وهم اللي ما قدموش حاجه. دلوقتي الجماهير في انجلترا نفسها جماهير ليفربول بدات تضغط على الاداره ان لازم يتم تجديد عقد محمد صلاح. فانا بشوف ان هو ذكاء كبير جدا من اختيار الوقت لمحمد صلاح وهو يستحق تجديد. تفتكر العقد هو عايز يجدد ولا بيفكر ان هو ينتقل؟ افضل حل لمحمد صلاح ان هو يكمل في ليفربول. لما نيجي نبص حوالين محمد صلاح مفيش نادي كبير نقدر نقول ان محمد صلاح يروح هناك خلاص هو ده النادي بتاعه. فافضل حل ان محمد صلاح يكمل مع ليفربول، وافضل حل ليفربول ان محمد صلاح يكمل. ان شاء الله بنتمنى له كل التوفيق ومزيد من الانجازات والالقاب الشخصيه ومع ليفربول لو مكمل او في اي نادي تاني. استاذ ابراهيم جاد المحلل الرياضي انا بشكرك، شرفتني ونورتني. شكرا جدا استاذ امين. شكرا. مشاهدينا بشكركم على المتابعه، كده وصلنا لختام حلقتنا النهارده، اشوفكم على خير باذن الله في حلقه جديده. الى اللقاء.